بص، علشان تفهم التيتا ماشيه ازاي، افهم ان انت بتتكلم في الكوره عندنا في مصر. يعني مثلا بيتخانقوا على ان ابن شوبير بياخد 5 مليون في السنه، لا ابن فاروق جعفر بياخد 6 مليون في السنه. ولو سالت نفسك هما الاثنين بيلعبوا كوره ليه؟ ممكن علشان ميزتهم الوحيده في الحياه ان هما ولاد احمد شوبير وولاد فاروق جعفر. واحنا عارفين يا اسطى ان ابن الدكتور بيبقى دكتور، ابن المهندس بيبقى مهندس، وكمان ابن لاعب الكوره بيبقى لاعب كوره. وابسط بقى يا اسطى، خلاص بقى تضغط في اي مواهب ولا اي حاجه خالص، هي هتمشي كده طول عمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا ما بحبش ان انا اتكلم في تصريحات، ولا بحب اتكلم في كلام مرتضى منصور، ولا كلام اي حد بيتقال، ان انا عارف التيكا في مصر ماشيه ازاي والكوره في مصر ماشيه ازاي. هتقول انت مين يا ده؟ اقول لك لو عايز تعرفني ممكن تعمل لايك وتعمل سبسكرايب، محدش هيمنعك ولا حد يقول لك اي حاجه. وخصوصا انك ممكن تسمع مرتضى منصور بيتكلم 40 دقيقه وانك تفهم حاجه من اللي اتقالت مفيش. يعني مثلا زي كلام ان هو كان بيتقال ان انت ممكن تمسك مجلس الشعب وشورى، اللي هو لو شفت الفيديو بتاع كمال الشاذلي الله يرحمه بيقول له اقعد يا ما حدش طلب سيادتك، هتعرف ان هو قد ايه كان بيتعامل باحترام من النظام السابق، اللي هو يابا ده احنا لسه يعني ما نسيناش، واليوتيوب لسه ما نسيش، ده فترك القديمه يعني. وحضرتك يعني كنت محامي ريان واتحبست، وكمان اتحبست علشان سب رئيس مجلس الدوله الراحل سيد نوفل. يعني حضرتك تاريخك ما كانش مشرف فشخ علشان خاطر يمسكوك مجلس الشعب والشورى، ماشي قلنا عادي. طب ليه انت في الكوره ما حدش بيحاسبك؟ علشان هو ده المجال اللي مسموح لك تتكلم فيه، علشان هو ده المجال اللي مسموح لك تلغوش فيه على اي مشكله موجوده في مصر. واحد دي حاجه احنا متقبلينها بقالنا كام سنه، يمكن بقالنا 15 سنه من ساعه ما انت بقيت موجود في الرياضه. ليه؟ ما ان احنا عارفين تمامك، انت موجود بس علشان تغلوش، عامل زي واحد صاحبك اللي هو بتلاقيه بيعلي صوته وانت بتتكلم مع واحد تاني، وتلاقي ان انت مش فاهم اي حاجه وهو بيتكلم ليه ما تعرفش، وبيلغوش عليك وخلاص. هو ده دور مرتضى منصور في الحياه عندنا في مصر، هو بيعمل كده بس، ما عندوش اي حاجه. اهم شويه علاقات بيعرف يستفاد بيها بالقضاء على خصومه رياضيه، هو عارف ان دول اضعف منه بكتير. هو مرتضى مسموح له يخبط في الرياضيين، ومسموح ان هو يخبط في الاعلاميين، وطبعا اي حد قاعد بره ومفترض ان هو اخوان او بيتقال عليه ان هو معارض، دول مرتضى مسموح له ان هو يخبط فيهم، واخد حريه تامه. وهو بيعرف كويس قوي ان هو يخبط في الرياضيين، لانه عارف ان الرياضه في مصر هي منظومه ابو الفساد، يعني مش منظومه فاسده، هي منظومه معديه الفساد كلها. فكده كده هتلاقي ان كل واحد في مصر ليه زرابيقه والحاجات اللي انت هتعرف تخش له منها. فمرتضى بيحب جدا الكلام ده عندنا في مصر، هاتك معايا وكل حاجه بالنسبه لك معايا وبخلصك انا بطريقتي. مرتضى بيعرف يتعامل معاهم كويس، يعني مثلا عبد الناصر زيدان كان هو في يوم من الايام هو الطريقه الوحيده اللي مرتضى منصور بيطلع يتكلم بيها قدام الناس. ابو المعاطي زكي من يومه كان بيطبل، كان بيتخانق مع الاهلي، يعني من يومه ابو المعاطي كان بيتخانق مع، دلوقتي بقى اهلاوي فشخ، وانا من كتر حب الاهلي بقيت بتخانق مع مرتضى، واللي هو احنا عارفين ان انت اساسا يعني اتشهرت علشان خاطر انت كنت بتخانق مع مرتضى منصور مش اكتر. هتقول لي طب ما انت بتعمل كده عشان، لا يا اسطى انا كده كده بتكلم وبقول اللي في نفسي، ولو حد شاف فيديوهاتي مش هتشير، ده انا هتحبس يا اسطى يعني. فخلينا الحمد لله احنا في السيف زون زي ما مرتضى بيتعامل في السيف زون في الرياضه. هتقول لي بقى ايه كام الكلام ده لحد سيف زي سيف فاروق جعفر؟ يا اسطى الراجل بيقول انا مش هديله 6 مليون، انا هديله 10 مليون، اللي هو بصوا حاسس عندي حاجه، النادي ده بتاعنا ومفيش اي حد بيعترض، لا مجلس اداره موجود ولا نائب الرئيس بيخش ولا عضو مجلس اداره زي عبد الله جورج بيخش، ولا في اي حد ممكن ينافسني في الانتخابات السنين الجايه في الزمالك، واحتمال كمان ان انا اورث النادي الامير، الامير اللي كان عنده قضيه مشهوره جدا مع راقصه تشيليه، عادي يعني هورثه النادي عافيه لحد ما نشوف ان في رمز في يوم من الايام ممكن يقف قدامها. لا رموز الزمالك الحقيقه يا اسطى لو انت بتسال عليهم موجودين، مرتضى منصور بيديهم الفلوس كل اخر شهر، اللي هو طب بتقول النهارده؟ اه. وبعدين اكتر حاجه استفزتني انا من التصريحات دي كلمه ان مرتضى بيدافع على المقهورين في الرياضه، اللي هو اساسا انت طبال، انت موجود في الدنيا هنا في مصر عشان خاطر تطبل، انت مش موجود علشان خاطر تدافع عن حد، انت كل اللي انت موجود فيه علشان خاطر تشتم الناس، كل اللي انت موجود فيه انك تطلع تتكلم تقول الفاظ بذيئه وتقعد تهزق اي حد. لو انت من الناس الغلابه اللي هتقول لي طب ليه ما بقولش عليه زي ما خدوا حنين حسام وخدوا سامي المصري ومواد، هقول لك مين دول علشان تقارنهم بمختار منصور؟ انت بتقارن ناس بطبال اعظم موجوده عندنا في مصر. الراجل كان مع مبارك قلبا وقالبا، كان مع المشير طنطاو قلبا وقالبا، كان مع مرسي قلبا وقالبا، ودلوقتي مع النظام الحاكم قلبا وقالبا. يا اسطى الراجل بيتلوى زي ما هو عايز مع المنظمه السياسيه، وانت بتقول لي ممكن حد يعتقله علشان خاطر بيقل ادبه على الناس؟ لا لا انا ما كنتش عارف ان انت غلبان قوي كده، انت عايش معانا في مصر يا اسطى بقالك كتير ولا ايه؟ يا اسطى انت ما شفتش ولاد الغندور اللي هو كان بيكره مرتضى منصور كوره عمره، دلوقتي بقى شغال معاه في القناه، شفتش انت الواد ميدو مع حلقته مع عمرو اديب وقعد يقول انت يا ابن الريس مرتضى منصور بيقهرنا في البلد، ما شفتوش بعدها باسبوع لما راح قعد مع مرتضى وقعد يقول ان هو واحد من اعظم الرؤساء الانديه اللي مسكوا الزمالك؟ ما شفتش مثلا عفيفي لما كان بيطلع يعمل فيديوهات ان يا جماعه
هزيحه هذا البلاء عنا، ومرتضى منصور بيدمر النادي ومرتضى قراراته اللا منطقية واللا وعي والكلام ده، هيشتغل في القناة وهينفذ كلام مرتضى وهيكلم مرتضى كل يوم في القناة. وسيع بقى براحتك 30 دقيقة 40 دقيقة، افضل اشتم في الناس وافضل هسق في اي حد، واي حد لف عليه اي حاجة واطلع اختلق قصص من عندك وعادي. انت غلبان والله وبتتابع الكوره في مصر وفاهم ان الموضوع تي 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 والناس دي الحقيقه هي اللي بتقولها والكلام ده. مفيش حاجه عندنا في الرياضه في مصر، احنا الرياضه عندنا في مصر عباره عن شويه فساد وشويه منظومه خربانه في 60 نيله. يعني مثلا اتحاد الكوره، احنا هنتكلم عن الانتخابات بتاعته، مين اللي هيرشح في الانتخابات؟ مجلس الاداره اللي فات اللي كان فيه شويه فضايح واللي طلعنا بفضيحه من كاس الامم الافريقيه هيترشح، والمره دي هترشح ايه؟ ده شوبير هيترشح ضد دهنا بوريدلو النائب ورئيس المجلس السابقين، صباح الفل. وبيسالوا مرتضى هتترشح معاهم اللي هو لا ده احنا كده بقى، احنا كده ناخد الكرة في مصر وندفنها ونحطها في اي مدفن كده علشان خاطر يعني نخلي ان هي خلاص يعني الموضوع مات خالص. يعني هيبقى مرتضى وهنا بوريدا وشوبير رئيس اتحاد كوره، ده رئيس اتحاد وزه مش اتحاد كوره خالص دي. فما تتفاجئش، مرتضى هيفضل يشتم في الناس في الكوره، ومرتضى هيفضل يهزق في الناس في الكوره، ولا هيتحاسب ولا في حد يعمل له اي حاجه. ليه؟ عشان بيلعب في السيف زون، وهو ده السيف زون مسموح لمرتضى يتكلم فيه. خلاص والله انا تعبت والله، بس انا عارف ان الست ده دول ممكن يكونوا صعبين عليك، لاني بقول لك ان مرتضى هيفضل يشتم في الخطيب ومحدش هيتكلم. طب بالنسبه للمستشار القانوني بتاع الاهلي اللي استقال، هيتكلم مين على مرتضى؟ لا هستا مش هيقدر والله، مش هيقدر. ليه؟ ما مش حاجه كبيره، ده لو حاجه كبيره كان مرتضى خاف يتكلم عليه. فطالما مرتضى ما اتكلم عليه وخد راحته في الكلام، ما اعرف ان مرتضى عرف تمامه وان مفيش حد هيقول له انت بتعمل ايه وانت بتتكلم عليه وبتقول ايه. فخلاص بص، ما تتابعش اخبار مرتضى، روح اتفرج على الحاجات اللي بتنزلها نتفليكس، او روح اتفرج عليها على ايجي بيست او على اكوام او تابع ورايح دماغك يابا. انما تقعد تتفرج على التوك شوز عندنا في مصر في الكوره، ما تتفرجش على التوك شو في مصر خالص، لا كوره ولا سياسه، وريح دماغك وريح عقليتك واقعد كده مستقل اسمع نفسك. وانت قاعد مستقل اسمع نفسك مش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب، وهتتحمل مرتضى منصور غصب عنك زي ما انا متحمله غصب عنه زي ما كل الناس. ويلا الله المستعان.